بسم الله الرحمن الرحيم. مادتنا لهذا اليوم هي Communication Fundamentals، أسس الاتصالات. موضوعنا لهذا اليوم هو سميث شارت، مخطط سميث. سبق بالمحاضرة السابقة أخذنا أساسيات سميث شارت وكيفية حساب الزد ال فتحة نورمالايز امبيدنس وتحديدها على مخطط سميث شارت، وتعرفنا على المخطط وشكل المخطط. وهنا أيضا راح ناخذ خطوات الحل الأمثلة الموجودة على سميث شارت. الخطوة الأولى اللي هي حساب الزد ال فتحة اللي تكلمنا عنها بالمحاضرة السابقة، وكان يعطي بالسؤال زد ال اللي هي اللود امبيدنس والزد نوت اللي هي امبيدنس اوف ترانسميشن لاين، يعني يعطيني زد ال ممانعة الحمل ويعطيني زد نوت هي ممانعة الخط الناقل. بقسمة الزد ال على الزد نوت احسب الزد ال فتحة. الزد ال فتحة راح تطلع لي ريل اوماجينري، يعني بريكتانجولار، الزد ال فتحه تطلع لي بيها ريل بارت زائد ايماجينري بارت. الريل بارت هو الار والايماجينري بارت هو الاكس. وقلنا ارسم الدائره اللي تحدد لي اللي اتعرف عليها من قيمه الار، قيمه الار يمثل لي الدائره على مخطط سميث شارت، وقيمه الاكس قيمة الاكس تمثل لي القوس على مخطط سميث شارت. اذا احدد القوس ايضا، هاي الخطوة الثالثة اللي هو قيمة اكس. الخطوة الرابعة ارسم دائرة، ارسم دائرة سميها دائرة العمل. الخطوة الخامسة من دائرة العمل امد خط من السنتر الى زد ال فتحة لحساب الريفلكشن، الزاوية مع الريفلكشن كوفيشنت، لحساب الزاوية مع ريفلكشن كوفيشنت، وبعدين راح نتعرف عليها شلون بالمخطط نوجدها. وبعدين احسب بالخطوة السادسة احسب ال اس دبليو ار وال ار ال اضافة الى ريفلكشن كوفيشنت حسبتها من الخطوة الرابعة من الخامسة من المخطط. ايضا احسب ال اس دبليو ار ستاندينج ويف ريشيو او ريتيرن لوس ايضا من المخطط. راح نشوف السكيل خاص لكل واحد من عندهم. ورا ما حسبت هذني القيم اللي هي من ضمن مطالب السؤال حتكون، ايضا اكو مطلب اخر لحساب الزد ان والواي ان. الخطوة السابعة انه احتاج اوجد قيمة L على لمدة من المخطط، واوجد قيمة اخرى رياضيا، واجمع هاي القيمتين لاجد قيمة جديدة اعينها على المخطط الرسم، ومن ثم راح اشوف شلون اوجد قيمة Z ان واي ان. اذا اكو قانون رياضيات راح تحتاج اللي هو اللمدة تساوي لي C على F، الطول الموجي يساوي سرعة الضوء على التردد، C هي سرعة الضوء 3 في 10 إلى 8 متر على الثانية، والاف هو التردد المعطى بالسؤال. اذا راح احسب قيمه جديده ال على لامدا، واجيب قيمه ال على لامدا من المخطط اللي هي نفس امتداد الزاويه. هسه نشوفها ايضا بالرسم، نشوفها عمليا شلون حنحددها. ورا ما وجدت هاي القيمه احددها ايضا على الرسم، واجر خط لايجاد نقطه تقاطع الخط مع الدوائر مع الدائره، اوجد الزد ان والواي ان. قد هذا الكلام في بادئ الامر يكون ما مفهوم يعني 100%، بس خلينا نجي نطبقه عمليا على المخطط سميث شارت حنشوفه جدا بسيط. خلينا نجي ناخذ المثال التالي. المثال الاول يقول لك a transmission line has a characteristic impedance، ناطيني ممانعه الحمل، العفو ممانعه الخواص characteristic impedance اللي هي z نوت، وناطيني and load impedance zl، ناطيني 30 زائد j، 30 زائد j 50. ويقول لي ايضا ال L طول الترانسميشن لاين 5.2 سنتيمتر، 5.2 سنتيمتر، ونعطيني التردد 750 ميجا هرتز، ميجا اضربه في 10 اس 6 لا تنسى. باي يوزنج، يقول لك باي يوزنج سميث شارت فايند، لان هاي المطالب اقدر اوجدها مو باستخدام سميث شارت، بس هو محددني، لان سبق واخذنا القوانين العلاقات الرياضيه الخاصه بالترانسميشن لاين لحساب الريفلكشن كوفيشنت والاس دبليو ار والار ال، وايضا لحسابات اخرى. هنا انا راح احسبها الحسابات باستخدام مخطط سميث شارت محدد بالسؤال. اول مطلب اولا احسب لي ريفلكشن كوفيشن المطلوب من عندك، والزاويه مع ريفلكشن كوفيشن الامبليتيود والزاويه. القيمه الثانيه الاس دبليو ار الستاندينج ويف ريشيو، والمطلب الثالث هو الريتيرن لوس اللي هو ار ال، والمطلب الرابع الزد ان والواي ان، الزد ان والواي ان الخاصه بهذا الترانسميشن لاين. خلينا نجي نحسب واحدة واحدة. راح احسب الزد ال فتحة
زد ال فتحة عبارة عن زد ال على زد نوت، وكانت زد ال 30 زائد جي 50 على، وزد نوت كان قيمتها 100، فرح يصير 30 على 100 زائد جي 50 على 100. اذا زد ال فتحة بقسمة 30 على 100 يطلع 0.3 زائد جي 50 على 100 0.5. 0.3 تمثل لي الار يعني الدائرة، والإيماجينري اللي هو جي 0.5. 0.5 تمثل لي الاكس يعني القوس، قيمة الدائرة وقيمة القوس، قيمة الدائرة 0.3 وقيمة القوس 0.5 على مخطط سميث شارت. اجي ارسم احددهم على مخطط سميث شارت، هذا مخطط سميث شارت سبق تعرفنا عليه. خلينا نجي شوف، هاي عندك ايضا اسفل المخطط عندك هاي القيم، هذه ايضا راح نتعرف عليها الان او في هذا المثال. خلينا نجي نحدد الدائره، الدائره ايش قلنا؟ هاي الدوائر اللي عندي عليها، هاي الدوائر، هاي دائره الصفر، هاي دائره 0.1، هاي دائره 0.2، وهاي دائره 0.3 لتشوفها. احنا كان عندنا دائره 0.3 اللي هي هاي، هاي دائرة 0.3 امدها. المهم استعرفت انا هاي دائرة 0.3، بس خل امدها واشوف وين راح تتقاطع ويا القوس 0.5. خل ارسم شوية جزء من عندها، ما ارسم كل الدائرة لان هي موجودة الدائرة. وايضا اجي احدد القوس 0.5، القوس 0.5 هذا الاقواس، هذا 0.1، هذا الخط 0.2، هذا القوس 0.3، هذا القوس 0.4، وهذا القوس اللي هو 0.5، هذا 0.5 القوس هذا. اذا حددت قيمة القوس والدائرة، خلنا نجي نشوفهم بعلي. هذا ال R 0.3 وهذا ال X 0.5، وقلنا نقطة تقاطعهم اللي أعينها هذه نقطة التقاطع باللون الأسود اللي هاي هي ZL فتحة، ZL فتحة. point 3 مع point 5 الدائرة والقوس، نقطة تقاطعهم ZL فتحة. أجي من هذا السنتر، هذا نقطة السنتر، هذه السنتر، ارسم خط من السنتر الى الزد ال فتحة بالمسطرة، ارسم خط احدده من الزد ال الى زد ال فتحة. رسمت هذا الخط اللي باللون البرتقالي، هذا الخط من السنتر الى الزد ال فتحة. هسه افتح الفرجال بقدر قيمة هذا الطول، هذا الخط من السنتر، ايضا احط رأس الفرجال على السنتر، هاي نقطة السنتر، وافتح فتحة الفرجال بقيمة الزت ال، هاي الزت ال هاي النقطة، وابدي ارسم دائرة، ابدي ارسم دائرة. هاي الدائرة حتكون بالشكل الدائرة، طبعا هاي الدائرة ما موجودة هنا، احنا راح ارسم دائرة نسميها دائرة العمل، دائرة العمل. رسمنا هاي الدائرة اللي بلون الاحمر، هاي الدائرة اللي بلون الاحمر هي دائرة العمل، هاي الدائرة مالتي اللي بلون الاحمر. زين، بعد ما رسمت هاي الدائرة نفس فتحة الفرجال مالتي اللي فتحتها من السنتر الى الزد ال فتحة، نفس فتحة الفرجال، اجي لحساب القيم المطالب، انزل اسفل المخطط راح اشوف سكيلات عندي. السكيل الاول هذا احط باللون الجوزي، هذا شوف هذا السكيل، ومكتوب عليه طبعا كل سكيل مكتوب عليه ريفلكشن كوفيشنت، مكتوب عليه ريفلكشن كوفيشنت، وهذا امتداده، هذا امتداده القيم مالته. شلون ابدي احدد احسب قيمته او احدد قيمته؟
ايضا عندي لو تباوع هنا عندي هذا خط هو السنتر، هذا راح اسوي خط، هذا السنتر مكتوب عليه هنا باوعه مكتوب، هذا خط السنتر. اني دا اشتغل على هذا الخط مال ريفلكشن كوفيشنت، هذا الخط مال ريفلكشن كوفيشنت، بنفس فتحة الفرجال احط رأس الفرجال هنا على السنتر على هاي النقطة، هاي النقطة، واحدد على فتحة الفرجال اسوي قوس على الخط مال ريفلكشن كوفيشنت، فتقوس صغير حتى يحدد لي قيمة الريفلكشن كوفيشنت واقرأ هاي القيمة. بمعنى انا شنو هو هذا الخط مالتي حيث لو ارسمه بالمسطرة، هذا الخط من السنتر الى القوس مال الفرجال، فراح اشوف هاي القيمة، هاي القيمة مال ريفلكشن كوفيشنت اللي راح اوجدها قيمتها 0.62 تقريبا، او هي بالضبط راح تطلع تقريبا 0.62، يعني لو تحسبها رياضيا على القوانين الرياضية راح تطلع ايضا 0.62. اذا هسه اول قيمة وجدت الريفلكشن كوفيشنت، مين وجدتها؟ من التدرج الخاص مال ريفلكشن كوفيشنت اللي موجود اسفل مخطط سميث شارت. زين هذا المطلب الاول، اريد الزاويه مال ريفلكشن كوفيشنت، الزاويه مال ريفلكشن كوفيشنت اوجدها من الرسم بالاعلى هنا، بس راح اجلها بعد ما اوجد القيم الاخرى وارجع لها حتى تكون واضحه اكثر. نجي على ايضا نكمل بعض القراءات الموجوده في اسفل المخطط سميث شارت. ايش كان مطلوب من عندي ايضا؟ الـ SWR، الـ SWR، وكان مطلوب من عندي الـ Return Loss. الـ SWR ايضا شوف عليه هذا الـ SWR، هذا حسوي باللون الوردي ومكتوب عليه SWR، هذا التدرج الخاص مال SWR. ايضا بنفس فتحة الفرجال احطها على السنتر، هاي نقطة السنتر او خط السنتر، واسوي قوس، القوس راح يصير هنا نفس فتحة القوس ذاك، يعني بالمسطرة لو اجر خط راح يصير من هنا الى هنا هذا الخط مال ريفلكشن، قاعد احطه جوا السكيل حتى تكون واضح لك، هذا الخط اجره بالمسطرة، وهذه اللي هي الـ SWR راح اشوف قيمتها تطلع لي 0.43. وجدت الـ SWR مين؟ من السكيل الموجود اسفل المخطط. زين بعد ما وجدت هاي القيم اكو قيمة اخرى ايضا موجودة هنا تدرجها ايضا، خلينا نجي نشوفها، عندنا تدرج اخر اللي يمثل لي الـ RL، هذا اللي ححطه باللون الاصفر، شوف مكتوب عليه ايضا Return Loss الـ RL، وهاي التدرجات مالته ايضا بنفس فتحة الفرجال احطه على خط السنتر هنا، وايضا اسوي قوس، وراح اقرا القراءة الموجودة هنا لو اشوفها هنا، خلي شوي اوضحها اكثر، هاي القراءة موجودة هنا، راح اشوف الـ SW العفو الـ RL، الـ RL او خلي احطها الى الاسفل هنا، هذه هي اللي هي RL، راح اشوف قيمتها تطلع 4.2. شوف انه الـ RL والـ SWR طلع قيمتها يعني متقاربة، بس ترى هاي يعني صدفة صارت، يعني ترى هي ما تطلع قيمة متقاربة، بس صدفة بهذا السؤال طلعت متقاربة. اذا بعد وارسم هذا الخط حتى يكون واضح، طبعا هاي القيم تكون كلها بنفس فتحة الفرجال، بنفس فتحة الفرجال القيم كلها راح اوجدها من خلال السكيل الموجود اسفل مخطط سميث شارت. السكيل موجود مال ريفلكشن كوفيشنت اللي سويناه باللون الجوزي، ومال اس دبليو ار باللون الوردي، والار ال ريتيرن لوس باللون الاصفر، وجدناها فقط من فتحة الفرجال. نجي بعد كان ايش مطلوب من عندي؟ الزاوية مال ريفلكشن كوفيشنت شلون اوجدها؟ اجي على المخطط مال سميث شارت وارسم خط، اكمل الخط هذا مال من السنتر اللي بلون البرتقالي، هذا الخط اكمل على امتداده وامده الى الاعلى، حسوي باللون الازرق او البنفسجي، حرسم لك هسه الخط
بس لحظة. إذا رسمت هذا الخط، هذا اللي تشوف الخط امتداده من السنتر، من نقطة السنتر هذه، وامتداده مال زد ال فتحة، وامتداده إلى النقطة التقاطع. ما أشوف أكو هنا تدرجات باوعها، تدرجات هسه راح نجي عليها واحدة واحدة. إحنا مثل ما قلنا الريفلكشن كوفيشنت هي زاوية إلها، إلى قيمة امبليتيود، هي قيمة الامبليتيود الريفلكشن كوفيشنت، وأكو زاوية الباي، زاوية الريفلكشن كوفيشنت هي لو أجي أقيسها هاي، هاي الزاوية، هاي الزاوية، هاي هي لو اقيسها بالمنقلة تطلع لي الزاوية. بس اني ايضا اكو هنا منقلة، لو نشوف اكو خط مال قياس مال منقلة، وين الموجود هذا القياس مال منقلة؟ اي هاي بقى هذا الخط راح احدده، هاي اكو قراءات عليه بقى هذا الخط كله قراءات عليه، يبدي من الصفر من هنا هذه ويصعد 20 30 40 50 60 70 80 90، هاي زاوية 90 100 110 120 121 22 هنا بين 22 وال 24 يعني 123. اذا هاي الزاوية، هاي الزاوية قيمتها 120 23 زاوية الريفلكشن كوفيشنت قيمتها 123. بين جبتها اما اقيسها بالمنقلة اللي هي هاي الزاوية، او اقيسها موجود تدرجات المنقلة هنا، استخدم هاي التدرجات مال المنقلة الموجودة هنا لسهولة إلي. زين، أيضا أكو خط إلى الأعلى، هذا الخط التدرج الأعلى، هذا هذا المهم عندي، هذا الخط الأعلى بابي تدرجات. خلينا نجي على التدرجات مالته، أشوف نقطة تقاطع مع الخط الامتداد، هاي النقطة، هذا نسميه إل على لمدة، أو قيمة القراءة اللي موجودة على المخطط السميت شارت، راح أضيف لها قيمة قراءة أخرى يعني رياضيا، أوجدها رياضيا، يعني أكو قيمتين راح أجمعهم مع بعضهم، قيمة من المخطط وقيمة أوجدها رياضيا. شلون راح أوجد القيمة رياضيا؟ هاي قيمة المخطط اللي هي حسجلها قيمتها، راح تطلع لي 0.079، يعني هي تقريبا 0.08، يعني 0.079 أو 0.08، بس احنا يعني بالضبط هي 0.079، هاي القيمة، هاي القيمة راح أضيف لها قيمة أخرى واجي احددها ايضا هنا على نفس السكيل هذا، اضيف لها قيمه اخرى، القيمه الاخرى منين اجيبها؟ رياضيا، خلينا نجي نحلها رياضيا، خلينا نجي نحلها رياضيا، قيمه ال على لامدا اللي قراءه ال على لامدا اللي وجدناها من من الرسم كانت 0.079، هذه منين؟ من الرسم اللي حوجدها رياضيا. اول شيء لازم اوجد لمدة، اللمدة هي عبارة عن سي على اف، سي سرعة الضوء 3 في 10 اس 8 متر على الثانية، والاف تردد كان ايش قد ناطيني التردد؟ ناطيني 750 ميجا، يعني في 10 اس 6 هرت، راح تطلع لي القيمة، تطلع لي بالمتر لانها عندي بالمتر، تطلع لي طول اللمدة طول الموجي يطلع، واذا هنا عندي بالمتر حيطلع لي بالمتر 0.4 متر، اذا اللمدة قيمتها 0.4 متر. انا لازم يعني عندي طول الترانسميشن لاين بالسنتيمتر، لازم احولها الى سنتيمتر، احولها الى سنتيمتر، شو اسويها؟ اضربها في 100 تتحول لي بالسنتيمتر، ايش يطلع لي؟ يطلع لي 40 سنتيمتر هاي اللمدة. هسه اقسم L على لامدا، L على لامدا ايش قد ال L ناطيني اياه؟ كان ناطيني اياه 5.2 سنتيمتر، باوع ليش حولناه سنتيمتر؟ لان هو ناطيني اياه بالسنتيمتر، على 40 سنتيمتر راح اوجد قيمة L على لامدا الجديدة اللي هي 0.13، هاي قيمة ال 0.13 اضيف لها القيمة هذه حسبتها رياضيا، اضيف لها القيمه اللي انا وجدتها من الرسم اللي هي هاي، اضيف لها 0.079، القيمه الجديده اللي راح تطلع لي قيمتها 0.209، لو اجمعهم ذني الاثنين قيمتهم راح تصير هاي، هاي القيمه اجي احددها على الرسم، هاي القيمه اللي انا اجي احددها على الرسم. خلينا نجي اذا هي هسه طلعت لي قيمه 0.2،
تقريبا 0.21 او 0.209. خلينا نجي شلون احددها على رسم. نفس السكيل مالتها بعلي. نفس السكيل هذا، هذا السكيل ايضا هو مال ال ال ام ده. انا شنو هو بمعنى راح تجي على اليمين، ليش عندي 0.079 هنا قد طلع لي؟ طلع لي 0.2 اجابه واحده. هاي قيمه 0.209 يعني قريبه الواحد هنا. هذه 0.209 القيمه الجديده. من جبتها جمعت القيمه اللي وجدتها من الرسم اللي هي 0.079 زائدا 0.13 تساوي لي 0.209. وجدتها هنا على الرسم، حددتها اللي هي هاي، حددتها على الرسم هذه. هسه اجر خط من السنتر الى هاي النقطه، يعني حددت نقطه هنا، اجر خط من هاي النقطه واوصل بين السنتر، هذا السنتر، هذا السنتر بقى، هذا السنتر وهاي النقطه. اذا هاي النقطه وهذا السنتر، اوصل خط. خلينا نجي نرسم الخط. اذا هسه رسمت هذا الخط اللي باللون الاخضر، هذا الخط اللي باللون الاخضر. هذا الخط راح يقطع الدائره اللي باللون الاحمر، يقطعها في نقطتين. النقطه الاولى هاي النقطه الاولى هنا، تتباوع هذه، هاي النقطه الاولى، خل احددها من جديد. هذه هاي النقطة اسميها زد ان، ونقطة اخرى هذه، هاي الجوة هذه شوفها، اسميها واي ان. اذا هسه حددت نقطة الزد ان والواي ان. زين جت قيمة الزد ان وجت قيمة الواي ان، من اجيبها؟ من الرسم. قيمة الزد ان ايضا بها ار وبها اكس. اجي على الار مالتي، الار مالتي ايش قد يطلع لي؟ باع الار، هذا الار 2 تمر بهذا اللي يسموها عفوا القوس، القوس هذا القوس، والدائره هاي الدائره ايضا 2. هاي الدائره، هاي الار الدائره، والقوس قريب على 2 يعني تقريبا 1.9 او 2، يعني تقدر تقول 2 زائد جاي 2 يعني مو مشكله تقريب القيم. والار 2 يعني هاي تطلع لي 2 زائد جاي 1.9 او 2 نفس الشيء. اما الواي ان ايضا الها، نجي على الواي ان، هاي الواي ان، هاي نقطة الواي ان، ايضا راح اشوف اكو دائرة، الدائرة لو اجي اقراها هبا هاي بوينت 2، هاي بوينت بقى على هذه الدائرة، اكو دائرة هنا، هاي الدائرة راح تطلع لي الواي راح تطلع لي بوينت 2.6 زائدا جي، القوس، القوس اللي راح يطلع لي تقريبا لو اجي اباعها من هنا ايضا هاي الاقواس اجابة حيطلع لي 0.25. اذا هسه انا حددت الدائرة والقوس مال الواي والدائرة والقوس مال الزد. الى هنا ينتهي حل هذا السؤال. اذا وجدت الزد ان والواي ان، من وجدتهم؟ نقطة تقاطع الخط الجديد، خط العمل اللي تقاطعه مع الدائرة اللي باللون الاخضر، قطع الدائرة من الأعلى ومن الأسفل، من الأعلى اللي هي الزد ان، ومن الأسفل دائما هي الواي ان. قيمة الزد ان إلها، هاي الزد ان قيمتها إلها ار وإلها اكس، يعني إلها دائرة نقطة تقاطع الدائرة مع القوس، وأيضا الواي ان نقطة تقاطع الدائرة مع القوس. العفو هنا طبعا الواي ان بالماينس لأن بالأسفل، انتبه إلى هاي النقطة، ماينس إلى 0.26 ماينس جي 0.25. اكتب على هاي، هاي مهمة الملاحظة، ماينس بوينت جي 0.25، لأن هنا ايش قلنا؟ قلنا دائما الاكس بالاسفل، اسفل خط السنتر تكون بالماينس، بالاعلى تكون موجبة، بالاعلى هي كانت الزد وبالاسفل هي زد ان، بالاعلى وبالاسفل هي الواي ان. إلى هنا ينتهي حل هذا السؤال. وجدنا كل المطالب، خلينا نرجع للسؤال كان مطلب من عندنا يريد، أيضا آخر شيء اللي يباوع عليه هنا الزد ان والواي ان. وجدنا ريفلكشن كوفيشنت والزاويه، وجدنا الاس دبليو ار، وجدنا الار ال، ووجدنا الزد ان والواي ان. نسجل هاي المعلومات على الورقه، ورقه الاجابه بعد ما وجدناها بالمخطط، وطبعا المخطط رسمه موجود
يعني هاي الرسومات اللي ترسمها كلها ايضا مطالب بها انت، اللي راح تجيك بالامتحان او هذا المخطط يجيك جاهز، انت فقط ترسم عليه هاي اللي رسمناها او تحدد النقاط اللي رسمناها واشرناها عليه بالمخطط. الى هنا ينتهي هذا السؤال وتنتهي محاضرتنا لهذا اليوم، وان شاء الله نستمر لكم المحاضرة القادمة ناخذ مثال اخر قد يكون معاكس الى هذا المثال. يعني هناك بالمثال اللي بعده راح يعطينا ريفلكشن كوفيشن، واني اوجد الزد ال فتحه والزد ال، اني اوجد الزد ال فتحه والزد ال، ايضا راح نشوفه وناخذه بالتفصيل في المحاضره القادمه ان شاء الله. اتمنى ان تكون استفاديتم من هاي المحاضره، وشكرا جزيلا، كان معكم استاذ حسين.